بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة اليوسفية من بين أهم المدن المغربية لاستخراج الفوسفات، وكما يعلم الجميع أن الفوسفات من أهم ركائز الاقتصاد المغربي، ولكن للأسف لا تزال هذه المدينة تسبح في مستنقع من التهميش واللامبالاة وسوء التدبير، مما جعل المواطن اليوسفي يعاني من مجموعة من المشاكل. ومن المتفق عليه أن الشباب هم النواة الأساسية والركيزة المهمة في تحريك عجلة التقدم والازدهار. أخذنا مجموعة من آرائهم حول المشاكل التي يعاني منها الشباب في هذه المدينة وبعض الحلول المقترحة لحل هذه المشاكل أو التقليل منها، فنترككم مع هذا الروبورتاج. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اسم أخوي؟ اسمي يوسف جاحم، قاطن بحي أقمديز مدينة اليوسفية، مزداد مدينة اليوسفية. بالي أنا مدينة اليوسفية كتعيش واحد التهميش على المستوى البنية التحتية، كاين ضعف مراكز ثقافية رياضية، ما كاينش هناك واحد الفرص اللي كان يقدر يلقى حدا مثلا غير لافاك، يقدر يلقى مثلا لاستيا، يقدر يلقى مثلا شي مدرسة ديال مثلا شي حاجه يعني مشكونش في مودو، لان داكشي كيخلق واحد المشكل بالنسبه للمدخول. يعني مثلا كتلقى شي وحدين يعني على قد الحال، يمكن شي والد يبقاو يصيفطوا ليه عاوتاني ويزيدوا عاوتاني فلوس ديال المعيشه ويكملوا عاوتاني، كيبغي كتوبه، كيبغي يدير حصص مراجعه، يعني كاين بزاف ديال، وهذا من بين المشاكل اللي نقدر نقول غير بالنسبه ل يعني واحد خدا الباك. يعني كاين بزاف ديال المشاكل، كاين مثلا الناس اللي هنايا كاين اللي كيبغي مثلا غياب مرافق بحال المكتب، ما كاينش واحد التشجيع على القراءه، ما كاينش عاوتاني تشجيع على النظافه، لان مدينه اليوسفية كما تلاحظوا كاين لنزيد شي مثلا الرمل، اشباط الرمل تلقى الشواط محفين، تلقى الضايج، كاين الزبل يعني بزاف، واحد يعني ما كاينش برمجه قابليه التخطيط التنموي في مدينه اليوسفية. هادشي اللي نقدر نقول لك. الحلول المقترحه اخويا يوسف، الحلول المقترحه راه باينه، يعني كتشوف الشانطي محفر خاصو يتعاد، كتشوف بولانط فيها خاصها تعاود تبدل، يعني كاين بزاف مثلا مدارس ما كاينينش خاصهم يعاودوا يديروا واحد الهيكله المدارس، يعاودوا يديروا هيكله الطرقات، هيكله بالنسبه للترونسبور، عاوتاني كاين الناس بحال الناس اللي ساكنين في تزروج، القواعد كيجي من عام كامل هو كيجي كيضرب 8 كيلومتر في الشمس بالشتاء، يعني شي واحد ما فهمتش، شي واحد ما مسوقش، شي واحد كاين بزاف، ماشي كاين غير مشكل واحد، ولكن بزاف ما يدار. شكرا لك. لا شكرا على وجهك. اسمي عرفت حي محمدي، مدينه اليوسفية. غير المشاكل اللي كيعاني منها الشباب في هذا المدينه. المشاكل اللي كيعاني منها الشباب مشاكل متعدده في اليوسفية، معروفين ما عندناش مرافق صحيه، ما عندناش ملاهي، ما عندناش اهم حاجه واخر حاجه اللي هي الدراسه. مثلا في مدينه اليوسفية بزاف عندنا طاقات في الدراسه، ما كاينش اللي كيقراو كيلقى فين غادي يقرا في مدينه اليوسفية، ما عندناش مراجع من وراء البكالوريا، ما عندناش دي زيكول، ما عندناش لي سي يلا اول عام كاينه التجربه، واخا واحد السونتر ما فيه لا ماتيريال لا حتى حاجه حشومه، ما فيه لا اساتذه لا والو، عمرني ما شفت السونتر كيقراو مع 8 وكيخرجوا مع 12 المغرب كاع كامل فلوس بيبيت، كيخرجوا مع 12 مدينة اليوسفية، ما عندناش دي زيكول اخرين. حل واحد باين هو يتوفروا لنا المدارس، حنا في مدينة اليوسفية بحال انا مثلا انا كنت كنقرا واحد البرونش في وجدة، هذيك البرونش دارت في قنيطرة، زادت في اكادير، زادت في اسفي، ثلاثة المدن تزادوا، وماشي ما كتحتاج زعما ايكول ولا شي حاجة، غير بي تي اس كتحتاج غير ليسي. اش احنا ما نديروش حنا برونش في مدينه اليوسفية باش الدراري ما يمشيوش هما يبقاو كيقلبوا على بلايص اخرين. شكرا. السلام عليكم، اسم منير فيلان، قاطن حي القدير مدينه اليوسفية. كاين بزاف المشاكل في مدينه اليوسفية، كاين البطاله، بنادم ما كاينش فين يخدم، ما كاينش مرافق صحيه، والو، بنادم مكرفس بزاف، انا كاين بزاف المشاكل، والو، حنا كنحضيو غير الفن والشطيح والنشاط، كنهملوا بزاف الحوايج، بنادم بزاف مهمش، شفتو في الاحياء الشعبيه ما كاين والو، لا سبيطارات حتى المدارس ماشي مؤهله بانه الدراري يقراو فيهم،
والو كاين نقص بزاف. انا اون فوا كتخرج من ورا تسالي الباك ما كتلقاش فين تمشي، كاينش مدارس كبار، كاينش لافاك، ليزيكول بريفي ما كاينينش، لا تيات لا ستيات، ما كاين والو الصراحه، ما كاين والو في هاد البلاد. والو حنا حاضين نبنيو في الجرادي قادو في الوط، والو ما كاينش من نديرو مرافق فين تخدم البشري. والو شنو هما الحلول اللي كتقترح؟ حلول هما انا نبنيو مرافق، كاين شباب عندهم مؤهلات بزاف ولكن ما لاقيتش فين نخرج داك الشيء. ما كاين والو 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 بهاد المصطلح والو. كنشوفو دابا الشباب بزاف، حط اكزومبل دابا الدراري دابا كيفوشو الباك ولا كيشدو النيفو كيبغيو يقراو، خاصهم تيمشيو شي مدينه بعيده. هذا فشي راه ما كاينش في اليوسفيه، ما كاين لا ليشيات لا ليسيات لا ماشي شي حاجه مورا الباك، فهمتي هادشي علاش. كتشوف دابا كاع بنادم مريح، دابا كاين شحال من واحد دابا شاد ديبلومات بزاف ومريح، علاش ما كاين لا كل شركات لا والو في المغرب كيتنقص من هاد الشيء، يديروا لينا هنايا ليشيات ليسيات، يزيدونا شي دار الشباب، فهمتي باش بنادم يلقى فين يدوز وقت شويه. شكرا خويا، كاين بزاف. شكرا. الصراحه كاين مشاكل كثير في هاد المدينه، بحيث انها كتعاني من جميع، خاصه البنيه التحتيه، الطرقات الواضحه، كاين بزاف المشاكل في البنيه التحتيه، خاص تعاون سيء من الاحسن من الاول، من الاخر سيء من الاول. كاين مشاكل في التعليم، في الصحه، خاص كل مشكل نشوفوه بوحدو باش نحلوه، باش يكونوا حلول ديالو كل واحد نوقفوا عليه المشكل، كل واحد المشكل نوقفوا عليه حتى نحلوه. بحال مثلا في الصحه كاين مثلا سبيطار كبير ولكن ما فيش معدات، ما فيش اطباء، ما فيش اي واحد كيمشي غيمشي كيقول لي دور اسفي، خاصك دير مراكش دينا، كنلقاو مشاكل في التنقل، لومبيلونس خاصك باش تجيبها عاوتاني، بزاف المشاكل. يمكن في الرياضه مثلا كاين طاقات شابه في الرياضه ولكن ما كاينش، خاص الاطر التقنيه اللي واقفه على الرياضه يبانو باش يطلعو، يلقاو في الشباب يلقاو فين يفرغوا الطاقات ديالهم. حتى دور الشباب اصلا ما كاينش شي معدات فيهم، واخا مبنيين وداك الشيء ما كاينش معدات اجهزه فين يفرغوا دوك الشباب الطاقات ديالهم. بعد الحلول بعد الحلول كما قلت، خاص من هاد الشباب نوجه لهم رساله انهم خاصهم هما يتقدموا وما يبقاوش يعاونوا على الناس الكبار، ويعطيو هما يحاولوا هما يبنيو هاد المدينه ويكون خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. المشاكل اللي كنعانوا منها في مدينة اليوسفية هو أنه بزاف ديال الحوايج، اللي منها تلك المدارس العليا، عند ملي كنشدوا الباك كنمشيو لشي مدرسة اللي هي بعيدة، علاش ما تكونش عندنا هنا في اليوسفية ليستية، وما تكونش عندنا هنا لوستي، وما تكونش عندنا هنا لانسا، وما تكونش عندنا هنا لافاكولتي. الدراري كيلقاو بزاف ديال المشاكل من ناحية ديال الفلوس، كاين اللي ما عندوش باش يمشي لشي مدينة بعيدة، كاين اللي كيشد الباك كيريحها هنا في دارهم، ما عندوش، كاين بزاف ديال الحوايج مشاكل بزاف. وكنطرقوا لبعض المشاكل اللي هي كالصحة، وكاين مشاكل اللي بزاف وكثيرة، بحال جيتي تدوي على التعليم، وجيتي تدوي على الصحة، وجيتي تدوي على شحال من حاجة. المدينة دي منسية، منسية بزاف هادشي اللي كاين. بعض الحلول، بعض الحلول هو أنه خصنا شباب اللي هو ينوض بهاد المدينه، الا بقينا كنعولوا على اطراف اخرى ما غادي دير البناء، ما غادي دير لنا والو. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم اخويا عبد الكبير من مدينه يوسفيه. تشرفينا سير خويا عبد الكبير. المشاكل دابا اليوسفيه تتعاني بزاف ديال المشاكل، وبغينا المشاكل تتبان لك مؤثره. والمشاكل اللي مؤثره بها كاين مشاكل ديال النقل، كاين مشاكل ديال التعليم، كاين ديال الصحه، بزاف المشاكل. يوسفيه خاصها بزاف، كتشوف انت برينسيبال. لا اليوسفيه خاصها بزاف، هادشي اللي كنعرف. شي حلول تتقترحها باش مثلا تكون حل لهذ المشاكل؟ خاص الشباب خاصهم يديروا رفعه استجاجيه او اي حاجه، بيطالبوا بالحقوق ديالهم، الحقوق ديالهم اللي خاصهم، باش الجيل اللي طالع ما يلقاش المشاكل اللي لقيناها حنا. شكرا. الاقتراح الاول ديالي بالنسبه للحلول هو خص يكون واحد المدارس يتفعلوا موجهين
ماشي كل عام كنا كنشوفوهم 5 سنين 4 سنين عاد كيجي واحد الاستاذ كيورينا كيعطينا ساعه وساعه ما كافياش التلميذ باش غيفهم اشنا هو مستقبل كامل في ساعه. هذا هو الحل الاول باش يفعلوا لنا بزاف الاطارات اللي هما الحمد لله كاينين ماشي ما كاينينش، يهتموا بالتلاميذ يوجهوهم على الاقل تكون واحد الندوه تكون على مر على مده سيمانه تقريبا، يشرحوا فيها كاع الشعاب واشنا هما افق ديالها من بعد شنو غادي يتطلب كمواد اللي خاصهم يقراوها مزيان، شنو هما الشعاب اللي يديروا من بعد اللي كتوافق مع الشعاب اللي دايرين هما. هذا كحل من الحلول ان شاء الله نتمنوا انه يتفعل. حلول مقترحه لهذه المشاكل كاين حلول مقترحه ابار حلول يعني غير الحلول العمليه اللي هي حلول ماديه وشي حاجه اللي ملموسه، كاين هو حل واحد اللي حسن هذا الشيء كامل اللي هو لاباس، هو يكون تواصل بين الشباب ديال المدينه كامل، يكونوا كنهضروا بصوت واحد ويعني ما يبقاش فينا داك الخوف من بعضياتنا، واحد يغدر واحد كيتجمعوا 10 وكيخرج واحد من الجماعه، يعني هذا هو المشكل الوحيد اللي تحل هذا المشكل.